أتم الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومشاهدينا يتواصل معكم هذا المد الصباحي بالتأكيد على ضفاف مختلفة، ودائما عندما نحتفي باللوحات المختلفة الحياتية يبغى الإحساس هو اللون الأبرز دائما في هذه اللوحات، ويبغى أهل الحرف وأهل الكلمة هم المؤثرين دائما في هذه اللوحة. وهذه الأيام جميعا نتحدث عن اللوحة الوطنية حسام. كل تأكيد هذا اللي يراه إنما يكتب لهذا الوطن، بكل تأكيد يكتب ويخرج لنا بأجمل وأرقى الكلمات وأعذبها للوطن السودان، لأنه هو الذي يستحق أن يكتب له بكل جميل وبمداد الحروف الرائعة. سعداء جدا من خلال هذه المساحة أن نتوه عشقا مع واحد من الشعراء المميزين جدا، وأيضا هو زميلنا الإعلامي الشاعر المميز الأستاذ عبد الحليم عبد الله. أهلا بك، أسعد الله كل أوقاتك. مرحبا بكم، والحقيقة في البدء بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، وأحييكم وأحيي كل المشاهدين الكرام في وطن الحبيب، مختلف سحناتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وهويتهم المتعددة التي كلها تنم عن يعني حب لهذا الوطن إن شاء الله. مرحبا. وهي دعوة للحب والسلام والصدق والأمانة لتراب هذا الوطن، ونتوحد جميعا لسعادة الناس. مرحبا بك أستاذ عبد الحليم. ودائما لما نتكلم عن هذا التكوين الخاص للكاتب والشاعر والإعلامي وهذا الانتماء الصادق للوطن، فبالتأكيد هي مكونات قد لا تتوفر لأي يعني كل الناس، فالتكوين الخاص بالتأكيد عنده معطيات مختلفة. فخلينا برضو نتكلم عن المكون للشخصية الأستاذ عبد الحليم. شخصي الضعيف يعني طبعا المخرج الشاعر، دائما بحب ما اقول المخرج الشاعر، انا جمعت بين الكلمه والاخراج، اقدم الاخراج على الشاعر. فالمخرج الشاعر يعني هي طبعا التخصص والدراسه والكلام فيها يعني يتعامل يمكن في حلقات يعني هنا في قناه الشروق، وبحييهم جميعا يعني اداره زملاء وزميلات وفنيين، و يعني اصبح الحديث عن عبد الحليم يمكن يكون هو لما نتكلم نتكلم عن المغذيات لهذه التكوين، يعني دائما بنتكلم عن مشاهدات خاصه، عن قراءات خاصه، عن بيئات خاصه، غيرها من الاشكال اللي ممكن تكون هي نحن نتكلم عنها، عن مكون ممكن انه اليوم نحتفي به كمنتمي صدقا للوطن واعلامي وشاعر. المكون يعني بحب اتكلم عنه، مكون يعني نعتبر انه ده يمكن بداية تدشين لقصيدة وطنية اسمها عزف هواك الصبر، يعني أنا كتبتها يمكن قبل سنتين وكانت في السعودية، أنا حاولت الاقتراب ولكن بحكم الشفافية والحب للوطن ده ما قعدت كثير يعني سنة، والسنة ذات يمكن يعني مع قراءتي للمكون الحياتي بالنسبة لي يعني كنت بستقرأ أيضا يعني عدد كبير جدا من أخواننا المغتربين، الصراع البدور ما بين العودة للوطن أم البقاء في الاغتراب لتحقيق كثير من الرغبات والأشياء يعني ممكن تساهم في حياته. أنا أفتكر أن الوطن هذا هو مفترض أنه يجوه الناس، لأنه غني بكل ما حباه الله من موارد، لكن نحن دايرين كلنا يعني نجتمع على حب الوطن ونترك الصراعات مهما كانت نوعها يعني سياسيه والله قبليه والله حزبيه اي نوع من الكلام، فكلنا نجتمع لحب الوطن، وكل زول يعمل في مجال عمله باخلاص وصدق بنقدر نحقق ذاتنا، بنقدر نحقق كثير جدا جدا يعني موارد الدوله دي، في انه لو خطت اليد الأمينة عليها وكلنا عملنا باجتهاد احنا ما محتاجين لأي حاجة. كل تأكيد. نعم. من خلال الغربة وزي ما قلت لك قريت كثير من أفكار الناس يعني وقعدنا معه، وأنا لما كتبت قصيدتي بعتبر أنا سنة كاملة ما حققت في أي حاجة. ما حاجة اقتصادية مالية ما حققت فيها لسبب واحد، أنا لحد ما يطلع سنة كاملة حتى شهادتي. يعني ما يعني استعداد
نفسي في ان انا اقدمها لاي حد. انا عاوز استزيد شديد من البركه في الحي والعمر. بعيد انا لسه حجازل وحزعل على الدافعه يعني اللي اخرج لنا عزف هواك الصبر للناس من خلال سنوات الغربه كما حكيت والمعروف المتعارف عليه ان لكل شاعر قضيه معينه يكتب لا فهل يعني كانت هذه هي القضيه الكبرى التي يكتب لها عبد الحليم عبد الله ام هو الدافع الرئيس لعزف هواك الصبر؟ الدافع الرئيسي يعني هو قضايا وهموم الوطن الحبيب لكل الناس المغترب والداخل والصراع ما بين العمل في وطنك والعمل خارج السودان. والأسرة أيضا بتشارك بالمناسبة يعني في أسرة تدفعك للاغتراب وتدفعك لكذا وكذا وفي أسرة تحاول يعني تعيش معك بالبسيط وتعيش حياة يعني في داخل وطنك فيها نوع من الأمان وفيها نوع من الاستقرار فيها نوع من التوادد والتراحم والتكافل ما بين المجتمع السوداني المعروف في كل المناسبات أفراحة وأتراحة فيمكن من خلال كده يعني جات القصيدة عزف هواك الصبري بالمناسبة القصيدة أنا لحنتها في الغربة ذات لحنتها ولما عدت هنا للسودان أخذها مني أخونا محمد النصري بحييه وأنا بقول له يعني إذا كان الفترة اللي فاتت في صعوبة في إنك تعديها أنا الأوان في إنك ترجع وتأدي القصيدة دي وأنا لسه يعني بصير على إنه محمد النصري يغني هذا يعني أتمنى بالتأكيد يعني. بنحييه ونتمنى إنه نسمعها من النصري لكن خلينا نسمعها منك أول كلمات طبعا هي بتقول هي كانت طبعا كانت ست الحسان الصبري فحولتها لعزف هواك الصبري عشان تشمل كل الوطن عزف هواك الصبري وشد الحزام لا تجزع السكة لسه طويلة يد والرحلة ما معروف لوين نلقى لحد خليها تمشي مع الزمن والقط كان بدر دفن عشت الحزن والقاسي تغيير الوطن يمكن تكون هانت قريب والفقر حال ما فيه عيب والفقر حال ما فيه عيب بس يبقى مستور منكسر وما يبقى ظالم مرتشي ولا يبقى نارا في الهشيم ما تخلي شي والله عيب ملاقي في الزمن العجيب درب الحلال قاسي وصعيب والله عيب ما تعيني لي انا كيف ربيت لا طورت لا بيتزا وكباب ولا حتى اسم البسكويت وفضلت عايش الصبر ممكون وماشي على الجمر حبك معي أنا يا أمير خلينا أقولك جاي خير وطني الكبير مني لو مشرب توريبيت قسمتنا ما جات للسعاد كيف حالنا لو كان في البعاد في الغربة ما نجح الحصاد وعيوننا ما شافت رقاد وغشقنا ليل وسعاد يحلي ضفافك يا وطن يحلي ضفافك يا وطن ويحلي نسايمك والمزن ويحلي الجمال جنة عدن ويحلي لهيج وما تبجن ويحلي 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 القمرة أقلب السنسنة الحمراء شوفي أبوي وين ما جاء نلاقي في الزمن العجيب درب الحلال قاسي وصعيب والله عيب مسكين معك أنا يا بلد مسكين معاك انا يا بلد مجبور وعايش في النكد ومديت اليك حبل الصبر فات كل حد ما شلت يوم طيقه وسلاح ولا حتى سببت الجراح ماكل حلال كسره وملاح وفقدت جيراني معاي وديت مفرحي وناي ما شلت يوم همك براي انا يا بلد محروق حشاي يا ريت يكون بس ليك بريق يا ريت يكون بس ليك بريق متفادي للهم والحريق سامي الهدف سمح الطريق مستورة بالموت الفريق مستورة بالموت الفريق مستورة بالموت الفريق يا سلام يا سلام ما اعرف انت ذكرت انه هو تشير هل نعتبر بما انك انت اعترفت يعني قبل قليل انك مقيل يا شو كثير ان شاء الله لا انت مقيل في الكتابه لهذا الوطن لانه يستحق الكثير نريد المزيد والمزيد من الكلمات طبعاً في أعمال وصلت للناس اللي هي أنا السودان جمال إشراق وعيدية وأنا السودان بيضاء شمس النهارية وأنا النيل الصحيح وافي وغني مع المراقبية وأنا عيون المها الضوء والتحاكي الطلعة بدري وكأنك تقرأ أفكاري بأني أريد الاستماع إليها وأيضاً وطن البشارة
دي غناء عبد الخالق عبد الله، سجلها تقريبا الاذاعه، وهي عمل برضه وطني. تنو حساقي عمل وطني برضه لاحمد شاويش، يعني وطني ممزوج بالرمزيه لحد ما يعني مجموعة هي مجموعه خالده بكل تاكيد. بالرغم من كده انا كتبت برنامج مساء الخير يا وطني في الاذاعه لمدى سنتين، كان هو برنامج اعداد شعر يعني من قصائدي، كان بتشارك معي مع فريوم، يعني يمكن برضه الكلام بالتاكيد. يعني والاجمل يعني ايضا عندك اعمال للاطفال، نحن دائما أيوة يعني نتكلم عن انه الاحتفاء بالاطفال ويعني الغرس في الاطفال الوطني يكون هو برضه الفهم عن التربيه الوطنيه. شكرا لك جزيلا لحضورك اليوم. شكرا لك جزيلا استاذ عبد الحليم عبد الله، كان حضورا صباحا بالوان الوطن اليوم. اتمنى انه نلتقيك في مساحات اخرى وبالوان اخرى ان شاء الله من خلال الكلمة. وأحب مكان وطن السوق.